وكالعادة بنبتدي حلقتنا بأهم وأبرز العناوين. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الرجيم الأثيوبي. يوسف يفرض إصرارية على التدريبات ويهتم بالهجوم وضربات الجزاء. الأهلي يركز على العرضيات في ميرانو الأخير قبل مواجهة جيما. سفير مصر في أثيوبيا تشجيع الأهلي واجب وطني. اتحاد الكرة يستقر على 5 محافظات لاستضافة أمم أفريقيا 2019. اتحاد الكرة يغير شعاره الرسمي في احتفالية المئوية 2021. الكاف يجبر الجبلاية على عودة الجماهير لملاعب الدوري.